مشاهدي نسمع من ما كنت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد مع ناس سبور سبيسيال كوب دي موند وتغطيتنا لكاس العالم متواصله على ناس ما. واليوم وصلنا اكيد مستقبل المنتخب الجزائري يهم الناس الكل. نتفرجوا في الصحافه الجزائريه اش قالتهم بعد نرجع. ملف رابح سعدان ومستقبله مع الخضر يبقى الشغل الشاغل للشارع الجزائري والصحافة الجزائرية، وهما صدر اليوم بجريدة الخبر الرياضي حيث كتبت مستقبل العارضة الفنية الخضر يسبب صداعا لروراوة، ونقلت تصريحا لرئيس شبيبة والرياضة الجزائري الهاشمي جيار سنفصل في مصير سعدان بعد التشاور مع الفاف. وكتبت اليومية الرياضية ماراكانا سعدان غاستوغا غاستوغابا، وعنونت شروق اليومية الجزائريون منقسمون حول الناخب الوطني القادم. وذكرت صحيفة النهار الجديد في الصفحة الأولى أكد وجود العديد من العروض له، سأفصل في مستقبلي بعد 48 ساعة. مستقبل أكيد المنتخب الجزائري وربح سعدان وبقاو على رأس المنتخب الجزائري هو أهم المحاور اللي تعرضت لها الصحافة الجزائرية اليوم، اللي نحييها بالمناسبة باسم الحضور زاد معايا في البلاتو منها قاعدة تابع بانتباه في الحصة نتاعنا، وقاعدة سمير تاخذ في الكلام اللي قاعد يتقال في البلاتو على لسانك ولسان سيد أحمد. نشكرهم برشا على التفاعل نتاعهم بالاهتمام نتاعهم بنقدهم بكلامهم بمقالاتهم، نجموا نتحسنوا حتى احنا نجموا نتحسنوا. عندنا على التليفون شكون تو حسب رايك سمير؟ رفيق صافي مباشره من باريس معنا على التليفون. مرحبا بك رفيق. اهلا بكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو الاحوال رفيق بعد عودتك مع فريق المنتخب الوطني الجزائري من جنوب افريقيا؟ الحمد لله. واحد كي مسترجع انفاسه وتلاقى مع العائله وحاجه تفرح شويه. رفيق انت سيلت برشا حبر الايامات هذه، اكيد القضيه والافير اللي بينك وبين الصحفيه أسماء حليمي اللي تقول انك اعتديت عليها بعد مباراه المنتخب الجزائري ومنتخب الولايات المتحده الامريكيه في زون ميكست بعد المباراه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال هذه وش يقول هي، هذه لافيرسيون تاعها اللي تقول فيها، وانا نكذب كاع الاقوال اللي تقول فيهم هذه، ونبين للناس باللي انا في الاول ما حبيتش نتكلم، قلت قضيه صغيره ما حبيتش نكبر القضيه. كي شفت باللي لحقت الشارع تاع العائله ولحقت وين حبت تتكلم في كل الجرائد وحبت تتكلم في كل النواحي، حبيت باش نفهم للناس ونعطي لافيرسيون تاعي وندافع على روحي، وباش نقول هذه صحفيه ما لمستها ما ضربتها بكف، هي اللي تقول باللي ضربتها وتقول باللي عندها شهود صحفي من اوروبا وعندها عم زياني كان موجود في لازون ميكس. انا نقولها باللي عم زياني هذا صح كان موجود في الملعب في المدرجات، بصح ما عندوش الدروه يجي في لازون بالناس تفهمها. هذيك لازون غير للصحفيين ولا للتلفزيون كل شيء، تما محال يكون عم زياني فهذيك الجهه تاع الصحفيين. باهي رفيق، احنا كنا سمعنا تصريح ليك على قناه رياضيه عربيه وانك قلت بعد مقاله يعني اسمه وانها تعرضت لضرب من طرفك انت، انك انت قلبت معناها الحكايه وقلت وانه اسمه هي اللي اعتدت عليك اولا في الزون ميكس. لا ماشي هي اللي تعادت، انا انا قلت فيرسيون واحده، جامي قلت فيرسيون واحده. الفيرسيون اللي قلتها انايا كي جيت خارج انا وين كانت لازون ميكس وشفتها كلمة كلام، أنا ما استاهلش نتكلم، أنا دنيت ليها حطيت يدي باش ندورها كانت دايرة للهيب باش نتكلم معها وش حابة تقولي. هي دارت في الدورة اللي أنا ندل باش نكلمها، دارت بالديكتافون ضربتني للفم تاعي، هاي الصح وش كان، وهي قالت لهم ضربني بكيف كانت تتكلم مع فلان. هي عندها أربع فيرسيونات، اليوم تقول كنت نتكلم مع عم زياني، البارح في الجرايد تقول كنت نتكلم مع زياني وجا ضربني، لو البارح كانت تقول كانت واقفة مع صحفي واحد آخر جا ضربني بكف. إيه فهمي روحك، لازم تكون عندك فيرسي واحدة. رفيق احنا سمعنا وانها باش تقوم بالشكاية للفيفا وللاتحادية الجزائرية، هذا في تصريح لها امبارح كانت معنا في المباشر على الناس سبور، وانا كانت قالت باش ان بورتي بلانت كونتر فو. رفيق نعم ما انا راح نتوزي بلانت، على كل حال لا فيرسيون تاعها والشهود تاعها، وانا عندي شهود وكانت ناس حاضره وكانوا هما صحفيين حاضرين كون بارازار، ما كان اوكان صحفي من الجزائر كان حاضر، هي من عندها عندها غير شاهد واحد. انا كاينين صحفيين كانوا موجودين وما دمام حتى اسماوات، كاين صحفيه ليلى سماتي تاع الجزيره كانت حاضره، كان صحفي من قطر كان حاضر ياسين، كان صحفي تاع البيتير والهداف كانوا حاضرين، حتى كان فيه كاميرامان من البرتغال اسمه رافائيل كان حاضر تما. هادو شاهدين وواجدين باش يشاهدوا
رفيق احنا ما نحبوا نشاهد ولا برتغالي لا فرنسي، خلينا مغاربه صافين تو وجزيريه وتوانسه ومغاربه نحكيوا مع بعضنا. يعني رفيق صيفي هل انه قابل الصلح مع الصحفيه اسماء حليمي؟ هكا لموا الحكايه معني باش ما تاخذش زياده اكثر من حقها، لانه رفيق صيفي نعرفوه لاعب بل برشا مريول المنتخب الجزائري، كيف صحفيه ذي جزائريه بنت بلادك رفيق خويها. انا كيما نقول لك انا حبيت نكمل لا كارير ونخرج من الباب الواسع، وصحفيه كيما هذه ما حباتك تخرج من الباب الواسع. هاو المشكل كون جات بنت فاميليا وصاحبه البلاد كيما تقول جزائريه، كانت تريدي المشكل بيني وبينك يجي نتكلم معها، ماشي تضرب التليفون وكي تشوف الناس والصحفيين تبدا تسب وتقول. هي قدام اسكو انت قابل مبدا الصلح مع الصحفيه الجزائريه اسماء حليمي؟ نسمع حتى تطلب السماح مني ومن عائلة تاعي باش نقبل، ما تطلب السماح ومني ومن عائلة تاعي ما نتقبلهاش هذه. حتى صالحها خويا، علاش نصالحها؟ ما غلطش معاها، ما غلطت حتى في حقها وما تكلمت حتى وما ضربتها، علاش نصالحها؟ هي صالحني، هي اللي تطلب السماح. رفيق نوجه لك الدعوه، نجيب لك الصحفيه لهنا البلاتونيس سبور، اسكو تقبل باش تجيب حدانا لهنا وكيك يتم المصالحه لهنا؟ لاني انا ما ظلمتها، ما تكلمت فيها، ما درت فيها. هذا كلام قاع زايد، عندها 40 فيرسيون ما فيهاش راح. رفيق توا نحكيو ممكن نقفلوا القوس هذا. ربي كبير وننسى هذه قاع. باهي ربي يهديها ونكونوا في حاجه برك. باهي رفيق نخرج من باب الشركه الجزائريه. رفيق تسمع فيا رفيق؟ انا المنتخب الجزائري وكيفاش كانت مشاركتكم في جنوب افريقيا؟ كيفاش ريتها توا بعد 4 أيام من الانسحاب؟ لا الحمد لله على كل حال، احنا كنا حابين نجوز الدور هذا بس نفرحوا شعبنا وربي ما كتبش. ما شرفنا الكرة الجزائرية، كنا حابين نشرفها أحسن تشريف أحسن من هذا الشيء. وعلى كل حال كتبنا فريق، عدنا فريق، عدنا لاعبين، ما من الله غير إن شاء الله الفريق هذا راح يزيد يبين، وإن شاء الله كل 4 سنوات يكون يتأهل للمونديال ويدير أحسن. باهي صافي، هل باش نشوفوه مازال مع المنتخب الوطني الجزائري أو دقائق واللحظات الأخيرة اللي لعبها ضد المنتخب الأمريكي هي آخر لحظات ممكن بقميص المنتخب الجزائري؟ على كل حال آخر لحظات يلزم واحد يخلي مكانه للشبان، كاين فريق شاب، كاين لاعبين اللي بينوا القوة تاعهم وبينوا الإمكانيات، خلوا لهم يشدوا المشعل ويكملوا ويدافعوا على الفريق الوطني وعلى الوان بلادهم، واحنا ان شاء الله نعاونوهم من بعيد باذن الله. باهي تو مستقبل المنتخب الوطني الجزائري ونعرفوا لي زيشيونس اللي جايين، كاس افريقيا 2012 ومن بعد الورد كاب اكيد في 2014، شنو هي حسب رايك افضل حلول سعدين على راس المنتخب الوطني الجزائري او تغيير المدرب او شنو هي بالضبط معني في فكرك انت رفيق وانت تعرف المجموعه مليح؟ ما انا على كل حال كيما نقول لك الفكره مش الفكرة تاعي ولا أنا الفكرة تاعي، على كل حال المجموعة يلزم يخلوا نفس المجموعة، يجدوا بالك لاعبين اللي عندهم أكثر إمكانيات في هذه المجموعة ويكملوا بنفس الطاقة اللي يخدموا بها. وقضية المدرب على كل حال المدرب هذا معروف، قضية المدرب راجعة للفيدرالية الجزائرية، راجعة للرئيس الفيدرالية، هما اللي على بالهم لا يقدروا يجيبوا مدرب واحد اخر. ولا هذا لكن أكيد عنده رأي في الموضوع هذا، اسكو أنت مع ون وبقى سعدين على رأس المنتخب الجزائري أو ليتين بمدرب محلي اخر او مدرب اجنبي؟ شنو تشوف انت مستقبل المنتخب الجزائري معانا مدرب؟ والله ما نكذب عليك، الحل اللي لقاه هو المهم يقارديو المجموعه، المجموعه هي الصح، ومن بعد المدرب اللي يكون راح يمد الفريق الوطني. رفيق انا باش نكمل معاكم سؤال اخير، هذا يجينا من عند متابع ومشاهد من الجزائر محمد كركل، يقول لك اسكو رفيق صيفي ساتيسفي توا بما انك انت قلت صحيح باش تحط نهايه للكارير نتاعك مع المنتخب الوطني الجزائري، اسكو انت ساتيسفي باللي قدمته المنتخب الجزائري طيله مشوارك الرياضي؟ لا الحمد لله، واش مديت لبلادي من قبل ولا من اخر مده 12 سنه في الفريق الوطني، الحمد لله مش نادم اللي قدمته، الحمد لله كما يقول لك مديت لفريقي ودافعت على الفريق كما يحب الخاطر. والله غالب كنت حاب نكملها بمونديال احسن، ما كتبش المكتوب، تما الدقائق اللي لعبتها ما كانتش كافيه باش نمد احسن ولا نسجل اكثر. رفيق صيفي لاعب الدولي المنتخب الجزائري، شكرا لك، كنت معنا مباشره من فرنسا، يظهر لي محمد سمعنا.